فينك؟ أنا مش عايز أشوفك. أنت غلطت يا علي. أنا آسف يا أستاذ مجدي. آسفك مش مقبول. ده اللابتوب بتاع حبيبك كردي. عليه كل الأبحاث. مقبول؟ لا مش مقبول. أنا مش عايز أشوف خلقتك. مش عايز أشوف خلقتك تاني خالص. مش هنا بس، لا، في البلد كلها. عارف ليه؟ عشان أنا وأنت زي البنزين والنار، لو اجتمعوا الدنيا هتولع. وجودك في البلد غير مرغوب فيه. همشي واسيب البلد، وحسين أخويا مش هتشوفه تاني. بس طلع لنا زين أخويا، وحاول تطلعنا من القضية دي يا أستاذ مجدي. طلعته من إيه؟ واضح إنك ما تعرفش. الست مرات الراجل الغلبان اتقتل. جات لي المكتب وترجتني ان انا اترفع في القضيه. ناس غلابه يا متر، ناس تعبانه قوي يا متر، وانا وافقت ان انا اترفع ومن غير اتعاب كمان. وانت عارف ان انا محامي شاطر، وهجيب لك انت وحسين اعدام ان شاء الله. بس احنا عملنا كل اللي اتفقنا عليه. لا ما عملتوش اللي انا عايزه، والوضع اتغير، ودلوقتي كل واحد لازم يحاسب على عنده وعلى انه ما سمعش كلام مجدي حشيش. انا بترجاك يا استاذ مجدي، ودي اول مره ترجى حد. شوف عايزني انا اعمل ايه بس سيب اخواتي. وحق ابويا هنعتبره عند ربنا. حق؟ بالنسبه للحق انت عارف ان انا راجل حقاني كويس. شغلتي هي الحق. والحق بيقول حاجه قصاد حاجه. وانت سلمتني الابحاث. وانا هسلمك زي. شرط. أنا اللي أحط قواعد اللعبة بعد كده. إحنا مش عايزين نلعب تاني خلاص. أنا عايز ألعب. لسه ما كفتش. عايز أتسلم. أنت عارف مشكلتكوا فين أنت وأخوك؟ فاهمين الدنيا دي زي الأفلام والمسلسلات اللي بتشوفوها. الخير لازم ينتصر. مش حقيقي. في الآخرة بقى كل حي بياخد حق. وأنا شايفكوا في الآخرة أنتوا الاتنين. انتوا الاثنين ميتين بالنسبة لي. أنا آسف يا أستاذ. أنا آسف. امشي. امشي. اشترك في باقات واتش الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.